وكان القرار الأول للرئيس السيسي بعد توليه منصب رئيس الجمهورية هو تقليد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور قلادة النيل تكريما لدوره في قيادة المرحلة السابقة. المزيد من التفاصيل حول تطلعات المصريين من قرارات الرئيس الجديدة في سياق التقرير التالي. ما إن أدى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمصر حتى انطلقت الاحتفالات بتولي هذا المنصب الرفيع في أماكن عدة بالقاهرة والمحافظات، احتفالات عبرت عن فرحة المصريين ببداية عهد جديد مع رئيس انتخبوه لأربع سنوات مقبلة هنا وعلى بعد خطوات من مقر المحكمة الدستورية العليا، حيث حلف الرئيس المنتخب اليمين. كانت البداية، المئات من المواطنين تجمعوا احتفالا بهذه المناسبة التاريخية حاملين أعلام مصر في يد ولافتات التأييد للمشير السيسي في الأخرى. النهاردة يوم عيد وفرح لمصر، مصر أم الدنيا رجعت مرة ثانية. الناس النهاردة كل رؤساء الدول العربية، كل رؤساء العالم، كل العالم النهاردة بيحتفل بمصر. مصر النهاردة اتولد فيها زعيم جديد اسمه عبد الفتاح السيسي. ميدان التحرير قلب الثورة النابض ومهدها كان هو الآخر مسرحا وشاهدا على الاحتفالات بحضور المواطنين الفرحين بهذا اليوم المشهود. احنا بنهيئ السيد الرئيس على المناسبة الجميلة ديت، ونقول له يا سيادة الرئيس احنا نفسنا نشوفك ونسلم عليك، ومصر كلها فرحانة لك ان شاء الله. ولا تقول تحرير ولا اتحادية، اخترنا رئيس مية مية، حبيناه ومن حبنا فيه اخترناه، وان شاء الله هيبقى خير بإذن الله وسنة جميلة علينا، ويستره ويوسع رزقه ويصلح له حاله، وعايزينه يشغل الشباب بس ويصلح له حاله، وهو ابن حلال وربنا يكرمه بأمر الله بإذنك يا رب. ومن القاهرة إلى المحافظات انتقل صدى الاحتفالات وكان المشهد واحدا، ففي الفيوم خرج المئات من المواطنين وشباب الأحزاب السياسية والحركات الثورية للاحتفال بالرئيس الجديد. ميدان قارون بوسط المدينة كان قبلة للمؤيدين، وعلى أنغام الأغاني الوطنية والأناشيد احتفى أبناء الفيوم برئيسهم الجديد. الدلتا هي الأخرى فرحت بيوم تنصيب السيسي، وفي المنصورة عاصمة محافظة الطاقهلية تكرر المشهد، أعلام مصر وصور السيسي تملأ المكان. صعيد مصر كان له حظه من الفرحة والاحتفال، ففي أسيوط أقام فرع الثقافة سرادق وشاشة عرض لإذاعة مراسم الاحتفال بالتنصيب، وهتف المواطنون للرئيس. وفي المنيا تكرر المشهد، وقامت الشرطة بتوزيع الحلوى على المواطنين. أما في الأقصر فكان للرئيس المنتخب نصيبه من الحب والاحتفاء، لكن هذه المرة من السائحين الذين شاركوا أبناء الأقصر فرحتهم بانتخاب السيسي. هي احتفالات عفوية جاءت متزامنة مع حدث انتظره المصريون، وها هو يتحقق، رئيس جديد انتخبوه ويستبشرون به خيرا بعد أن أعاد إليهم الأمل، وينتظرون منه أن يعيد إليهم الكثير. محمد تيم، تلفزيون النهار.